دائما يطلع علينا الماضي بأسراره، حنين خفي يخطف القلوب وجمال حقيقي بصورته الخام. حتى تلك الرتوش التي كانت تلجأ لها النساء كانت تحفظ لها الملامح وتبرز فقط نقاط الجمال. غير مقبول العبث بالملامح لتصبح إطلالات النساء متشابهة بلا روح. ضيفتنا اليوم تلقي علينا الضوء على ومضات من الماضي تعكس إطلالات المشاهير. نبيها الفقهاية، مرحبا بك معنا. حبيبتي أهلا وسهلا. طبعا الإبداع واضح من المدة اللي نشوفها معنا. حبيبتي مشكورة وايد. بس نحن حابين نعرف أكثر، متى بديتي؟ هلأ الموضوع بلش معاي من وأنا صغيرة، كان عمري تقريبا 5 سنين. كنت دائما أرسم، أقعد أنعزل لحالي أرسم وأعمل ميكوب لحالي أو على الورق أو على إيدي. فمن هون حسيت أنه عن جد أنا في عندي إشي مختلف عن الباقي، عندي موهبة، وحسيت أنه هي هدية من رب العالمين وحبيت أني أستثمر فيها وأكمل فيها. فكان عندي هدفين، كان عندي هدف وكان عندي شغف. هدفي بالحياة كان أني أنا أحصل على شهادة جامعية تكون عالية المستوى بالطب أو بالهندسة، والحمد لله حققت هذا الهدف. درست، حصلت على الهندسة الصناعية، شهادة بالهندسة الصناعية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهي طبعا من أفضل جامعات بالشرق الأوسط، وجدا فخورة بهذا الإشي. وبنفس الوقت حبيت أكمل بشغفي اللي هو سر سعادتي وسر دوائي وعلاجي بالحياة اللي هو الميك اب فعليا. بس هذه النقلة النوعية من الهندسة للميك اب كيف صارت؟ طبعا هم إشي كتير يب على بعض. أنا الهندسة كتير ساعدتني بالميك اب ليطلع معي الميك اب بأفخم وأدق إطلالة، لأنه الهندسة كان عندي جدا مواد أستخدم فيها الرسم، فإنه كان المشروع يفشل لما تكوني أنت مش دقيقة بالرسم الهندسي. فكان كل شغلي دقيق، مواعيدي جدا دقيقة، وهذا ساعدني باستخدامي بمجال الميك اب أنه يكون كل إشي على أفخم وأدق ما يكون، واهتمامي طبعا للتفاصيل. إنزين، شو اللي يميز إطلالاتك عن باقي الميك اب أرتست؟ طابعي وهويتي ولمستي المميزة وتركيزي على التفاصيل. أنا إنسانة جدا بهتم بالتفاصيل، وبهتم أيضا برأيي وبشخصية السيد اللي بدي أشتغل معاها. كل إنسانة إلها هوية معينة، ستايل معين، ميك اب مختلف عن باقي النساء. ومتى تقولين أن هذه الإطلالة غير موفقة؟ لما تكون غير متناسقة وغير مناسبة لعمر وشخصية السيدة، والإفراط طبعا باستخدام مستحضرات التجميل بتؤدي إلى تشويه في ملامح السيدة بدل من إبرازها وإظهارها بشكل أنيق وجميل. حلو، اليوم معانا هذه الموديل ما شاء الله الجميلة، الميك اب يجنن. هذا الميك اب تستخدمينه حق سهرة ولا؟ هذا الميك اب بستخدمه حق سهرة، مش حق استخدام يومي. وهذه الألوان الترابية حاليا ترند؟ هلا الألوان الترابية ما إلها موضة وما إلها وقت وما إلها زمن. الألوان الترابية هي ألوان شعرنا، ألوان بشرتنا، ألوان عيوننا، فبتلبق على أغلب النساء من أنواع بشرات من أشكال مختلفة. فبفضل دائما أستخدمها بكل شغلي، بأغلب شغلي، لأنه هي بتبرز لي جمال السيدة بدل من إخفاء ملامحها. إنزين، ليش اخترتي لها هذا الميك اب؟ هلأ الموديل عندنا هون ملامحها جدا طفولية وبريئة، فحبيت أنه أبرز جمالها. ما أستخدم ألوان الصارخة، ما أحدد الميك اب بالآيلاينر أو استخدام كات كريس. حبيت أنه أضيف لمسة بسيطة، رموش طرفية، سحبة عين خفيفة، أعمل البشرة برضو تكون كتير جلوي، تظهر بلوك صحي وأنيق وجميل. الميك اب ارتست كيف تقدر تختار الميك اب اللي يناسب كل شخصيه؟ على الرغم مثلا اذا جت وحده قالت لك انا ابغي الميك اب يكون مثلا سموكي وانت تحسينه ما يناسبها. هلا انا كخبير التجميل، انا كنبيها مستحيل اعمل على حسب ذوق العميل او السيده. انا بعملها الفكرة اللي هي حبيتها طبعا، بالإضافة إلى ستايلي أنا وهويتي أنا ورأيي وذوقي أنا، لأنه هاد بالنهاية شغلي. آلاف الناس حتشوف المكياج، فإذا كان الميك اب مش مناسب إلها أنا رح أنظر. إنزين، لاحظ أن أنت استخدمتي الألوان الترابية للعارضة. مزبوط. واستخدمتي أيضا الرموش الطرفية مثل ما قلت. أكيد، لأنه عيون الموديل فيهم شوية جحوظ،
بارزين لبرا، فأنا ابتعدت عن الألوان الغامقة وايد. شفتي وجهي أنا شو تحسي يناسبة هذا الميك اب اللي أنا حاطنه؟ أحلى إشي، حلو عليك والله. بس أنا أحب بالغالب بحب أحط أكثر، يكون أغمج أو حط ال. وجهك بحب الميك اب. صح، بحب الميك اب بالبقل الميك اب كتير بالبقل الميك اب ال. يعني أنا تحسين وجهي يناسب كل أنواع الميك اب، ممكن يتحمل؟ بتحمل التقيل وبتحمل الناعم. بس أنت لو أنت مكياجتيني أنا شو اللي بتحطي لي على طول تنصحيني؟ بسحب لك العيون، بحاول قدر الإمكان أسحب العيون، بستخدم المشطر فيه عشان أعطي مدى للعين، بستخدم مدمع خفيف بسيط. صح، مدمع حلو عليك. المدمع كثير حيطلع عليكي حلو. وأكيد طبعا ما شاء الله بشرتك كثير جلوي وكثير ما في عندك مشاكل أو حبوب أو يعني ديفوهات. النصايح حابة تقدميها للسيدات؟ طبعا بنصح كل سيدة بالحفاظ على بشرة صحية، استخدام سكين كير روتيني معين لنوع بشرتها، عدم الإفراط باستخدام مستحضرات التجميل، طبعا استخدام ميك اب بناسب بشرتها لإبرازها بشكل صحي وأنيق. حلو، شكرا يا نبيها على وجودك اليوم معنا. حبيبتي شكرا لكم. وشرفنا بوجودك. شكرا.